ça va كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يلقاكم فيديو ديالي بأحسن الأحوال انا ماكيي لابسه كلشي وهذا كيف كنقول لكم انا هكا كنطلع المغال ديالي فريمون غير جربوها كتحسوا بلا بيش انكم تنوضوا تشقاو ديروا اي حاجه مورال طالع سينو صورت لكم دابا راه تقريبا شي 3 د العشيه لقيتوني نطل الكوزينه باش نوجد الغدا صراحه ولا عندنا كلشي مقلوب فطور معطل الغدا معطل العشاء معطل جو بونس كلنا بما انه الاوقات تخربقوا لينا انا بيرسونيلمون بعدا بوحديتي يعني زياد وراجلي كيتغداو في الوقت وكيفطروا في الوقت وكلشي وانا كلشي مخربق المهم لقيتوني في الكوزينه غادي نطرفها شويه حيت نايضه فيها الروينه من الفطور تقريبا غادي نطرفها ونصاوبو دي بان برغر فريمون هادي تقريبا شي سيمانه ولا ستوري كلشي كيبان ليا دايرين لي برغر شهوني فيهم فغادي نصاوبوهم في ميزون نعجنوهم في الدار ونشارك معكم الطريقه ديالي فيهم الصراحه مش حال هذا ما درتهم مده هذه ما درتهم مي غادي نجربوهم اونصومبل يلا اوناتاك لا كويزين غادي نطرفها نجمعها كامله انا درت الطابيه ديالي لابسه بعدا واحد الكسيوة غيتبان لكم كنت خليتها ماشي زوينه هكا لي كولور لي كولور بغينا البهجه والسرور في لي فيديو المهم غادي نطرف كوزينه نصايب لاباط موجوده معكم انا يلا جبت الخميره كانت سالات ليا وديك الساعات نوريكم لاغوسيت ديالي يلا هانتوما معايا وما تنساوش اللايك والاشتراك الى اول مره كتشوفيني ما تنساوش الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر لايك باش تدعميني ويلا معايا البنات المهم بالنسبه للخبز ديال البرجر غادي نشارك معكم الوصفه كتجي رائعه 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 عرفتوا كتجي حسن بزاف من هذاك اللي كيتباع كتجي مشوشه ورطيب وفريمون اللي درتي وسطو كيجي بنين نتوما عارفين الدراري الصغار شحال كيعجبهم لي ساندويتش لي برغر وهادشي كامل فمن الاحسن هادشي نوجدوه لهم في الدار كان احسن المهم غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخبز ديال البرغر غادي نحتاجو هنا 250 غرام 250 ml ديال الحليب دافي 250 ml ديال الحليب دافي غادي نديروه هنايا في البول غادي نحتاجو جوج المعالق كبار ديال السكر سنيده غادي ندير غير نصف الكميه نص لافره مخليته من بعد يعني غندير واحد المعلقه كبيره غندير هنايا معلقه كبيره ديال خميره الخبز وبالنسبه لهذا المقادير الاخرين اللي غادي نحتاجو من بعد غادي نحتاجو هنا ثلاثه البيضات فريمون ثلاثه البيضات البنات كيخلي البرجر كيجي غزال ومفتحش ورطيب انا صراحه ما كيعجبنيش نهائيا البرجر اللي كيتباع كيجيني قاصح وعامر غير بالبابه هذا لا كيجي مفتحش ثلاثه ديال البيضات غادي نحتاجو هنا تقريبا واحد 500 غرام ديال الدقيق على حسب الدقيق ديالكم الا كان خاص غادي نزيدو هي في المجمل غنحتاجو 570 غرام مي انا درت غير 500 غرام حتى نشوف من بعد غادي نحتاجو هنا واحد 70 غرام ديال الزبده اللي غادي نخليها باش تذوب على حراره المطبخ دابا هاد الخليط الاول كما شفتوا ندير لكم كاميرا هكا باش يبان لكم دابا اول حاجه درنا هنايا هي معلقه كبيره ديال السكر سنيده نصف الكميه ديال جوج معالق كبار ديال السنيده او السكر الخشن معلقه كبيره ديال الخميره و 250 مليلتر ديال الحليب غنحاول انا نخليهم مزيان غادي نغطيه ونخليو الخميره حتى تتفاعل مع السكر والحليب باش ينجح لينا هاد البرجر هذا ضروري هاد الخطوه هادي ندوزوها باش الخميره تتفاعل ودير دير الخدمه ديالها كما يجب فغادي نخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه ونرجع معكم باش نعجنوا داكشي الاخر الو ابري واحد 15 مينوت هانتوما كما شفتوا راه تفاعلت الخميره غادي نجي دابا ندير الدقيق تقريبا واحد 500 غرام ديال الدقيق غادي نزيد ثلاثه ديال البيضات
مليحة. الملحة ما ديروهاش البنات في الاول مع الخميرة والسكر والحليب، حيت ما غاديش تخلي الخميرة تدير المفعول ديالها. غادي نزيد تقريبا واحد جوج معالق صغار ديال الخميرة، وغادي نحاول نعجن هذا الشيء. دابا غتبقى لينا غير الزبدة هي اخر حاجة. الى عندكم العجانة كان احسن، انا غنجرب واحد الحاجة حيت ما كنحملش نعجن بيدي شي حاجه اللي كتكون كتلصق. غادي نجرب واحد الحاجه نشوف واش غتصدق معايا. الو غنجربو كامل واش غيخدم ولا ما يخدمش. عرفتوا هذا اللي كيكون في البيتخان ديال هذا الفو الكتريك، غنجربو نعجن بها. بسم الله. العجينة خصها تكون بحال هكا البنات كتلصق، فريمون خصها تكون بحال جارية بحال العجينة ديال القراشل اولا البريوش. دابا غادي نزيد الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ كما شفتوا، وغادي نحاول ندخلها فيها. فوالا البنات انا راني زدت قبيله شويه ديال الدقيق حيت بانت ليا مرخوفه بزاف. انا غادي نوريها لكم دابا، غندهن يديا شويه بالزيت حيت كتلصق قلت لكم، وغادي نوريها لكم كيفاش كتجي. عرفتوا راه كتجي رطيبه وكتلصق بزاف، يعني ما تخليوهاش تجي قاصحه باش ما تجيكمش بحال الخبز. هانتوما شفتوا العجينه كي كتجي، كتجي رطيبه بزاف 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 وكتلصق كيف قلت لكم. هانتوما شفتوا راه كتجي رطيبه. هانتوما جيسبيغ يكون كيبان لكم صافي. دابا غادي نحاول غير ندلكها هكا بين يديا بطبيعه الحال بالمساعده ديال الزيت. مسخنه في الران، غادي نحطها فيه تخمر باش ما تاخذش لي وقيته كبيره. الا عندكم وقت يعني مثلا تعجنوها على تساع خليوها ساعه حتى ساعه ونص حتى تبان لكم طلعت نيت نيت. هذا هو السر ديالها باش تنجح معكم. ناخذ شويه ديال الزيت هنا في يدي غير شويه، وغادي نحاول ندهن البول فين غادي يتخمر. ملي درتها هنايا في البول غادي نغطيها ونخشيها في الفران باش تخمر ليا على تساع باش ما تاخذش بزاف ديال الوقيته. نتوما الا ما كنتوش مزروبه بهم كيف قلت لكم ساعة ونص ديال الخميرة، وديك الساعات غادي تبداو تخدمو بهم باش نبداو نشكلو بهم كويرة ديال البرجر. بون فوالا البنات، من بعد ما كدوز تقريبا واحد ساعة خليتهم ساعة، هانتوما ضعف الحجم ديال العجين. غادي نحاول انني نديكازيها نمسك ايدي بعدا بالزيت ونحاول انني نفرغها من دوك ليكاز. غادي نجيب هنايا الزيت، نحاول انني ندهن سطح العمل باش ما تلصقش ليا، حيت غادي نجيب هنايا طاوة نحاول ندير فيها هاد الورق هذا نبين لكم هكا حيت ديجا طيبت فيه وسهلة ليا. دونك غادي نعدي بهذا فين ولا ما عندكمش دهنوا غير الطاوة بالزيت. وغادي نبدا بسم الله. ندير العجينة هكا، غنحاول نشكل بحال هكا العجينة ونبدا نقطع دوائر صغيرة. المهم بنات ما كملتش معاكم الهضره،
كانت صنات عليا ماما واتساب وبقينا شادين الهضره والجماعه. المهم كما شفتوا سرحت العجينه هكا بشكل طولي، من بعد غادي تبداو تقطعوا طريفات صغيرين، يعني غادي تبداو تقسموها لكريات صغيره الا بغيتوا تعبروها، مثلا ديروا في كل واحده 100 غرام باش تجيكم البرجر متساويين في الشكل. انا صراحه درت عيني ميزاني وخرجوا زويونين، فكيبقى لكم الاختيار. فغادي يبان لكم انه كنقطعهم من بعد كنديرهم كويورات وكنحطهم في اللاطه. المهم نخليكم مع الصور، هو غيكونوا شارحين نفوسهم. المهم ملي كنشكلهم كويرات غادي ندهنوهم بالصفر ديال البيض، وديك الساعات كيبقى لكم تزيين من اختياركم، سواء تدردرو عليهم البافون، سواء زنجلان ابيض، سواء زنجلان عادي. انا متوفر عندي غير زنجلان عادي درتو. وغادي نخليهم يخمروا، يعني غادي نغطيهم وغنخليهم تقريبا حتى يبان ليا الحجم ديالهم الضعف، يعني نص ساعه تقريبا بحال هكاك، وديك الساعات غادي نبداو نطيبو فيهم. البنات قبيلات كنت كنهضر مع ماما صونات عليا في الواتساب، دونك ما كملتش معاكم. كيما شفتوا كورتهم درتهم غطيتهم هنايا، ها نتوما نوريكم دابا راه خمروا. شفتوا خمروا مزيان وتنفخوا زادو في الحجم ديالهم. دهنتهم صفر البيض ودرت عليهم الزنجلان، فوالا. غادي نخلي هادو مازال وغادي ندخل هادو الفران اللي ديجا راه مسخن، راني مسخنه الفران على قبل، ضروري خصو يكون سخون مزيان. وغادي نخشيهم يطيبوا تقريبا، غادي نشعل عليهم غير لتحت حتى يبانوا ليا بداو كيطيبوا، عاد نشعل عليهم من الفوق يتحمروا. ها هما خبز البرغر خرج، عرفتوا كيحمق الريحه بعدا واعره. غير بغيت نوريكم كيفاش كيجي، ها نتوما شوفوا شوفوا كيفاش كيجي، شفتوا كيجي رطيب وهشيش من الداخل، ها نتوما بحال القطن، حسن بزاف 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 من هذاك اللي كيتباع. يبان لكم كيتفرز حيت باقي سخون، ما يشوفوا. بغيتكم غير تشوفوا كيفاش كيجي، كيجي رائع رائع رائع. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. نتوما كتوركوا عليه دغيا كيطلع بما انه هشيش من الداخل. هذه اللطه الاولى، اللطه الثانيه باقا في سميتو، خرجوا لي تقريبا 6 7 8 9 10 11 12 12 حبه. غادي ندير منه دابا العشاء، ما بقاش غدا ولا عشاء حيت راجلي ما جاتش بكري من الخدمه، دونك غنديروا منه دابا العشاء والباقي غادي نوريكم كيفاش غادي نكونجليه. ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، بالعكس كتخرجوه كتسخنوه. ديجا غادي نوريكم البرغر شنو غادي ندير وسطو داكشي كامل، دونك زوينين. نتمنى انكم تجربوهم كما شفتوا كيجيو واعرين. هانتوما
ملي وجد لينا البرجر غادي ندوزو للطريقه ديالو. غادي نعطيكم طريقتي اللي كتجي روعه في المذاق، كتجي بنينه بنينه بزاف، فين يبان شي ماكدونالد. المهم غادي نبداو بالكفته. غادي ندير ليها العطريه ديالها، العطريه كامله اللي كنديروا الكفته درتها ليها. زيدوا قزبر معدنوس، انا عندي مجمد ما كيعجبنيش نزيدو بحال هكاك، فغادي نقومها وندير لها العطريه ديالها وندوز باش نوريكم شنو غديروا من بعد. البنات باش ما ترجعش ليكم، حيت راكم عارفين الكفته اي فوا كتبدا كطيب في الصغار، هي انكم ربيع ثق سير كون شوف الظلام. عندي هاد المشكله ديال الضو، مثلا الا شعل الفران مع واحد المكراج، هذا ديال الماء هاو شفتو، ولا شويه مع الفران ديما كطيب ليا. المهم من بعد هذا العطب التقني كيف قلت لكم انا كلشي غنديرو فوق شويه. صراحه كانت واحد السوربريز للمسيو باش ندير ليه واحد الكليسه في البالكون في الهواء الطلق وداك الشيء، بما انه نهار كامل مسكين هو في الخدمه، فقلت غادي ندير كليسه هكا في البالكون زياده طبيعه الحال، عشيت ونعستو وكنت دايره ليه زعما سوربريز في البالكون، جلسو نديرو الشوايه ونصاوبو داك الشيء مع بعضياتنا. مي جا عيان فسربيت هكا العشاء، درت كلشي في الشوايه البنات باش كلشي كيتشوى فوقها كيما شفتو، فريمون براتيك. مي ديروا المقله الا بغيتو بحال شويه الكفته هي الاولى. من بعد غادي ندير لي زونيون كاراميليزي اولا بصيله معسله، كنديرها كندير فوقها شويه المليحه، من بعد فاش كتشحر كنزيد عليها معلقه صغيره ديال السكر سنيده، كتجي رائعه في المذاق، زوينه زوينه زوينه، جربوها. صافي من بعد غادي ناخذ الخبز ديال البرجر حتى هو غادي نحلو وغادي نديرو فوق فين تشوات الكفته باش كيتشرب ديك البنه ديال الكفته ودوك الزيوت وحتى هو كيتقرمل. ومن بعد غادي ندوز معكم باش نوجدوا لي صوص وداكشي كامل. عرفتوا هاد الطريقه اكيد غتعجبكم. الا عندكم لي شامبينيون سوا فخي سوا معلبين زيدوهم، انا ما عنديش، حتى لي شامبينيون كيجيو زوينين، سينو تقدروا ديروا لاصوص فروماجي. انا حاولت ندير داكشي براتيك وخفا نزربن، هاد الطريقه جربوها وردوا عليا غتكون رائعه، غتعجب وليداتكم وغتعجبكم حتى نتوما، وغتولي عندكم وصفه معتمده. فوالا البنات، هنا البرجر اللي سخن، هاد لاصوص اللي وجدت لي فيها كيتشوف مايونيز موزارد، الى عندكم كورنيشون حتى هو قطعوا طريفات وزيدو. هنايا الفرماج نسيت ومزدتوش قبيله، دابا غطيتها باش يذوب شويه من الفوق، وغادي نبدا دابا نمونطي ندير شويه من هاد لاصوص باش ما يجيش ناشف. وهذه الفوقانيه كاع غادي ندهنها بجبلي، تقدروا ديروا غير لاصوص نيشان. يامي يامي، ها هو وجد، شفتوا كيفاش كيجي زوين، الخبز ديال الدار عارفين شنو دايرين فيه، او سي ترو بون، شفتوا باش كيجي داك لاصوص هابط عليه من الجناب. جيسبر تجربوه ويعجبكم. البنات خاصكم تجربوه، رائع رائع انتم وبنين، جربوا الوصفه اللي عطيتكم زعما الطريقه اللي عطيتكم باش تصايبوه. المهم اتس مي تايم، واخيرا ضروري في النهار خدي لك واحد الوقيته اللي تهلاي فيها في لافو ديالك. المهم كما شفتوا اليوم انا كنت دايره مكياج، كنت دايره مكياج كامل بالفون دو تان لونسيسير وكلشي. فانا ما كنديرش المكياج ديما، كنديرو باش نطلع المورال ما فيها باس،
ومن طو هاد الايام كنحاول انني نتعلم مكياج جديد، كنتعلم خطوات جداد. مثلا هاد الايام هادي حاولت انني نتعلم الرسمه ديال الحجباني، ما عرفتش واش كيبان لكم الفرق ولا لا، حتى تقول لي. مي وليت كنحاول نتقن الرسمه ديال الحجبان، مازال ما وصلت مزيان، مي بون حسن من شحال هذا. العيني حتى هو وليت كنتعلم شي حاجه جديده، ف وين حسن من والو. غادي ندير ماكي دابا وجهي. عرفتوا هاد الايام كنتعلم الماكياج ومن طوم هلي فوشي بلي سوان. هذه هي احسن وقيته ديال الناس باش تهلاو في لابو ديالكم بلي سوان، بما انها ما كتشوف الشمس. دونك اي ماسك درتي عليها غادي تستافد منه مزيان. انا غادي ندير ماكي وجهي بهاد الويل ديال ماكيونت ديال هاد لا مارك اللي نسيت عليها سميت تو ان ديزاين، واحد مارك كوريان كانوا صيفطوا لي لي برودوي ديالهم شحال هذا، وفريمون كنخدمها كدير ماكي مزيان. هانتوما بصح راهي المهم غادي نغسل وجهي دابا. فاش كتغسلوها كتحول الحليب بحال الحليب. غادي نغسل وجهي دابا عاد نغسلو. بعد ما غسلت وجهي غيبان لكم شويه ديال الكحول باقي تحت عيني، مي ماشي مشكل. دابا غادي نجي نغسلو بلا طول. غادي نغسلو بهذا ديال فوغيو، وما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه عليه. هو ولا بغوص ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو عليهم، نهضر لكم عليهم بالتفصيل. كتحسي بالوجه ديالك منظف من العمق. المهم ما عرفتش واش غايبان لكم حل الفرق في وجهي ولا لا، مي هاد الايام هلي فيه بزاف لي ماسك، وبغيتكم كلكم متعكزوش على وجهكم. دايوغ كنت معوله اون فوا نغسل وجهي نمشي ندير ماسك ديال الخرقوم، مي صراحه عيطت غدا ان شاء الله، بما انه البارح درت ليه ماسك. البارح درت الماسك ديال ما عقلتش انه ماسك درت، درت الماسك ديال طحالب البحر ديال مريم لا شوفال موبيل. غزال 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 غزال، كيحد من لي سيبوم، كيحاول يديتوكسيفي لا بو، يحيد منها السموم وكيصفيها. ولكن اليوم كنتمول ندير ديال الخرقوم، كنحاول ندير نهار نهار لا، ولا يوميا دي ماسك ناتوريل. عارفهم شنو كيديروا، عارفه الفوائد ديالهم وديجا مجرباهم، وهذه احسن وقت كنت قلت لك انك تهلاي في لا بو ديالك مزيان مزيان. حيت ما كتشوف الشمس وكل شيء. فصافي غسلت وجهي، صراحة كنحس به منقي من العمق و ايبرليس. نمشيو دابا باش نديرو ايدغاطاسيون. كيف قلت لكم فريمون كنحس بوجهي تغير وتحسن بزاف بزاف بزاف. يمكن حيت كنتهلا فيه هاد الايام بزاف، وسورتو ما كيشوفش الشمس، يعني اي حاجه كديريها فيه كيستفاد منها اكثر. رطبته، انا ديما كنستخدم زيت ارغان بالزعفران موالمني، وفريمون حتى هو راه كيعاون انه كينقي البشره كيرطبها من العمق، وعنده شحال من خاصيه. ودرت هاد محيط العينين ديال غاسلين فيتا. هاد الايام كندخل اليوتيوب كنتعلم كيفاش ديري ماساج غولاكسون لابو ديالك. المهم كتبداي بحال هكا بحال هكا، تغيشوفي الوجه ديالك هكا 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 هكا. ابخي كتبداي تخدمي، المهم انا غادي غير داكشي اللي تفكرت، كتخدمي هكا هكا بحال كتخدمي لي غيد هنايا، كتمشي لهنا محيط العينين هذا. سي بحال الماساج كيريح الوجه فريمون. ديك النهار تبعت معاه حسيت براسي ارتحيت. من بعد كتجي لهنا النيف، كتبقاي ديري ليه هكا مهم. داكشي كامل اللي عمري درتو هاد في حياتي، درتو هاد الكونفينمون ولا هاد الجلسه في الدار، هاد الحجر الصحي. عمري دخلت اليوتيوب كنقلب على كيفاش ديري مساج الوجه حتى تعلمت ليه، ولكن مزيان زعما كتاخدي فيه الوقت ديالك وكترخاي صافي دي بيان. دخلوا غير اليوتيوب كتبوا مساج غولاكسون ولا مودلاج اونتي ريد ولا اللي بغيتو، غادي يخرج لكم العجب. وفريمون
هذه هي الوقيته فين تعلموا شي حاجه جديده، سواء مكياج اللي مكتعرفش دير مكياج تحاول انها كل نهار تجبد الالوان وتبدا تخربق في وجهها وميم طون كيطلع عليها المورال، سواء تهلا في وجهك، سواء تعلمي شي لغه جديده، تعلمي شي تكنيك جديده في شي حاجه انت باغاها. هذه هي الوقيته احسن من اننا نبقاو جالسين مشدين حنا كنا كنقولوا قنطنا عينا الملل ايه الملل القنطه وديزا في الدار صعيبه، مي ناخذوها بايجابيه. اش غادي دير؟ حنا فيها عندنا جوج الحلول. دابا حنا جالسين في الدار، جالسين في الدار، سوا نقلبوا على الايجابي باش ما كان، ونقلبوا على دوك الحوايج الصغيرين اللي كيجيبوا لنا السعاده، ولا نبقاو جالسين شادين حنا كنا وجالسين على التذمر والنقير وكل نهار غادي نعاودوا نفس الهضره ديال قنط اوف امتثالي هذا الشيء. فاحنا في واحد الازمه فيها ما كاينش عندنا بديل، دونك سوا ندوزوها بخير باش ما كان، سوا ندوزوها غادي تدوزيها سوا تدوزيها بالنقير والمرض وهذا، ولا غدوزيها وانت كتقلبي على الايجابيه في حياتك. وكل وحده فينا راه عندها ايجابيه في حياتها، ما تستهينوش راسكم. المهم غادي نختم معكم فلوق هنا، نتمنى يكون عجبكم النهار. طولت لكم وصورت لكم بزاف ديال الحوايج درتهم في نهاري، حيت كنبغي فاش غنشارك معكم شي وصفه اللي تكون طويله ما نتلفكمش، باش فاش تقولوا لي انا شنو الوصفه ديال هذه نعطيكم الفيديو تدخلوا ليه تلقاو تقريبا 50% فيه ولا ميم 80% فيه كيدور غير على الوصفه. فقول لي واش غتعجبكم هذه الفكره هذه، سينو تهلاو ليا فريسكم، تلقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، ما تنساوش لايك باش تشجعوني. باي باي.